بيهم. قيم نفسك قبل أن يقيمك الآخرون. قال الكتاب: احكموا على أنفسكم قبل أن يحكم عليكم. لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. حبايبي، من أروع الفضائل الروحية أن تعود بالملامة على نفسك وتحكم نفسك باستمرار. كل يوم قبل ما تنام تقيم سلوكك وتقيم أمورك. أرجوك قبل أن تقيم الآخرين قيم نفسك، وقبل أن يقيمك الآخرين أنت قيم نفسك. وأجمل مراية تقف قدامها هي مراية كلمة الله. أقف قدام كلمة ربنا باستمرار ووزن نفسك. أرجوك ما توزنش نفسك بالآخرين، أرجوك ما توزنش نفسك حتى بالمؤمنين الآخرين. لعلي أخجل أيضاً أن أقول ما توزنش نفسك بالخدام الآخرين. خلي مقياسك باستمرار كما سلك ذاك. ينبغي أن نسلك نحن أيضاً. صلي معايا باستمرار: يا رب اديني أكون على صورتك وأكون على مثالك، وإن رأيت في ميلاً باطلاً اهدني طريقاً أبدياً. عندك فلتر في حياتك؟ خليني أفكر نفسي وحضرتك. كل ما كان الفلتر أضيق كل ما كان بيجيب مية أنضف. كل ما كان ميزان حياتك حساس من الخطايا المستترة ابرئني. كل ما كان سلوكك أكثر قداسة. اقعد قدام ربنا. أنا مش بدعوك إنك تجلد ذاتك، لا 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 لا، لكن احكم على نفسك في ضوء كلمة الله، في توازن الكلمة. فكلمة الله تجرح وتعصب، وربنا يسوع المسيح يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. إيه المقاييس؟ هل عندي ذات منتفخة قوي ما أقبلش كلمة من حد؟ لا حبيبي، حاسب، لأن الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. لو أنت ذاتك كبيرة قوي هتكون فوق خالص، خليك أنت فوق، المية مش هتطلع لك. لكن كل ما تتضع وتقبل توجيهات الآخرين وتاخدها تروح بيها قدام ربنا وتقول: يا رب أنت شايف الأحداث بالطريقة دي، شايف الأمور بالطريقة دي، إذا كان ده رد ربنا عليك قل له: حاضر، صلحني، اختبرني يا الله وعرف قلبي، امتحني وعرف أفكاري. وتقول: يا رب حتى أفكاري، أنا مش بس عاوز أمتحن نفسي على سلوكي، يمكن الآخرين لا يقيمون إلا سلوكي، لكن أنا جاي لك النهاردة يا رب مش عشان تقيم سلوكي، لكن أنت بتقيم أفكاري. أنا جاي بصلي لك النهاردة يا رب ليكتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. أطلب من ربنا النهاردة أن يديك شفافية وتديك يقظة روحية وضمير نقي صاحي. لو ما عملتش ده من النهاردة هتوصل للمرحلة اللي قال عليها الكتاب: يشربون الاسم كالماء. احفظنا ربنا. بتقيم نفسك؟ حاول دايما باستمرار أن يكون عندك صديق أو زوجك أو زوجك، قل له: من فضلك قيمني، شوف الغلط اللي فيا إيه، وانتوا الاثنين تقيموا بعض. ولعل هذا هو ما تقصد به الكنيسة: يخضع كل منكما لصاحبه. وإحنا كأصدقاء ماشيين في رحلة الحياة، أطلب من شخص موثوق فيه قريب منك أنه يقيمك، وإقبل التقييم ده وقول له: ساعدني لو شفت حاجة غلط فيا أنا بقبل منك ده، قبل أن يقيمني الآخرون. الله يبارك حياتك ويملك بكل نعمة وبركة. تقبل التقييم، تقييمك لنفسك وتقييم الروح القدس ليك قبل أن يقيمك الآخرون.